اوكي يا جماعة، طيب اخر حاجة بقى ناقصة خلاص الماشين ليرنينج، وهيبقى فاضل المرة بقى اللي جاية ان شاء الله هناخد فيها الاي او تي بالراسبري باي. اوكي طيب، ماشين ليرنينج بقى هنبدأ. تعالوا نفتح كده نكتب جوميتر نوت بوك، نخش ماشين ليرنينج وندخل على الكود. احنا قلنا ايه هو الماشين ليرنينج وازاي الماشين بتاعتي بتبدأ تتعلم. الكودينج في بايثون بالماشين ليرنينج بصراحه سهل جدا مش صعب، الكودز قليله. انا بس مهم جدا اللي هيكمل في المجال ده ان هو يبقى عارف ماثيماتكس كويس جدا جدا جدا. تبداوا تذاكروها منين؟ انا بصراحه ما ذاكرتش غير من كورسين في الماشين ليرنينج وما حسيتش ان انا محتاج غيرهم. اول كورس خالص خشوا على كورسيرا كده واكتبوا ماشين ليرنينج. الكورس ده بصراحه عظيم عبقري، في كل حاجة عن الماشين ليرنينج، ما اعتقدش ان هو يعني ناسي حاجة. السيلابس بتاعه شارح معظم الالجوريزمز، حتى اللينير ريجريشن اللي انا شرحته لكم النهاردة، تمام. شارح بجد حاجات كتير، يعني النيورال نتورك اللي هو بتاع الديب ليرنينج، شارح تكنيكس كتير، سبورت فيكتور ماشين، شارح فعلا حاجات كتيرة جدا. يعني انصح لاي حد ناوي يكمل ماشين ليرنينج كبداية يبدأ يذاكر الكورس ده. طيب تاني كورس ايه هو؟ في كورس على يوديمي كان اسمه ماشين ليرنينج ويز بايثون تقريبا بوت كامب، حاجة شبه كده يعني، اتمنى الاقيه يعني. الكورس ده يا جماعة الكورس ده عبقري، بيعلمك النمباي والبانداس وازاي كمان تفيجواليز الداتا، يعني ترسمها السايكت لير اللي انا شرحتها لكم النهارده، وكمان تكتبوا حاجات بالتنسور فلو ديب ليرنينج بقى كمان. الكورس ده فعلا رائع، ما حسيتش ان بملل، بالعكس هو بيعلمك من الاول للاخر، بيديك حاجات كتير جدا، ماتيريالز قويه فعلا. يعني انصحكم بيه لو قدرتوا تدوروا عليه هتلاقوه برضو على النت. في كورس تاني برضو على يوديمي جميل كده اسمه ماشين ليرنينج فروم A تو Z. الكورس ده ايوه هو ده، حقيقي برضو الكورس ده قوي جدا، بيشرح نفس الحاجات اللي بيشرحها الكورس اللي هو الاولاني خالص بتاع الستانفورد ده، بس الاولاني ده بيشرح ساينس، انما حاجات اللي على يوديمي ده اللي فات وده بيشرحه براكتيكال. هتلاقوا برضو في حاجات كتيره جدا جدا وبيشرح شرح جميل جدا، انصحكم بيه برضو. بس ده اللي عايز يبدا يشتغل في ماشين ليرنينج، كفايه قوي عليكم الحاجات دي. الديب ليرنينج بقى حاجه تاني خالص، انا مش حابب ان انا اتكلم عنها يعني ادفانسد، بس لو حابين اوكي مفيش مشكله. بس يعني انا حابب ان انا ديب ليرنينج ده بالذات يبقى حاجه لوحده، مش عايز ادخلها في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. بس اللي عايز يذاكر ماشين ليرنينج الجزء الساينس الكورس الاولاني خالص، والجزء البراكتيكال الاثنين التانيين، تمام كده؟ ماشي يلا بينا نشوف احنا خدنا ايه بقى النهارده. تعالوا ندخل على اللينير ريجريشن. اولا تعالوا نقرا الداتا كده. ايه هي الداتا بتاعتي؟ الداتا بتاعتي عباره عن زي اكسل شيت، تمام، هو فعلا اكسل شيت بصيغه سي اس في. سي اس في دي صيغه كده اعتبروها تكست فايل، بس تعالوا نقراها الاول. اكسل شيت عادي جدا بحط فيه ييرز اكسبيرينس، دي مشكله مثلا بتاعت السالري، عندي ييرز اكسبيرينس، ده واحد والله شغال سنه وشهر، ده شغال 3 سنين وسبع شهور، ده 7 سنين وشهر، تمام، ده مثلا 10 سنين وخمس شهور، فالسالري بتاعه كذا، تمام. دي داتا عادية جدا، انا عايز ابدأ اعمل موديل يتعلم من الداتا دي بحيث لما ادخله في اي وقت، وليكن مثلا واحد يشتغل 12 سنة و3 شهور يعمل بريدكشن للسالري بتاعته، تمام كده. فدي اول داتا. ايه السي اس في دي؟ سي اس في بس هي صيغة ان انا اقدر اشغله اكسل شيت وفي نفس الوقت اقدر اشغله كفايل تكست. فايل تكست عبارة عن كاما سيبريتد فايل، يعني سي اس في دي اختصار لايه؟ كاما سيبريتد، مش فاكر الفي بصراحه دي كانت اختصار لايه يعني، كاما سيبريتد فاليوز باين وات ايفر يعني. الكلام مفصول بكاما اللي هو علامه الفاصله دي، فاليرز وسالري والداتا بتاعتي هي 1.1 فاصله والايه السالري بتاعتي، تمام كده.
اوكي طيب ماشي، تعالوا نبدأ بأول مشكلة. ان انا عندي years of experience وان انا عايز ابريدكت السالري بتاعتها. قلنا الماشين ليرنينج فيه مشاكل كتير، اهم مشكلتين هي الريجريشن والمشكلة التانية كلاسيفيكيشن. الريجريشن ان انا بحاول ابريدكت رقم، يعني بديك شوية فيتشرز او اكسات، حجم البيت مثلا، العدد الاوض اللي فيه، هو موجود في منطقة ايه، دي الاكسات، وانا عايز ابريدكت سعره، ابريدكت اتعلم اعمل ماشين ليرنينج موديل يبدا يبريدكت السعر بتاعه. تمام، طالما ببريدكت رقم يبقى ده مشكله ريجريشن. طيب لكن لو انا بقول لك بص انا عايزك تعمل برنامج تديله صوره يقول لك الصوره دي قطه ولا كلب، تمام، عايز اديك شويه فيتشرز للعملاء بتوع البنك وتقول لي مثلا العميل ده هيدفع القسط اللي عليه ولا لا، كاتيجوري بقول كذا او كذا او كذا من اخرها كده، بعمل مشكله بتبدا تبريدكت اليوزر ده واقع الاكس ده مثلا او الداتا دي تبع انهي كاتيجوري، واحد او اتنين، هل هو هيدفع ولا لا، هل هو قطه ولا كلب ولا حصان، هل ده عربيه هيونداي ولا فيرنا، هل اللبس ده شورت ولا فانيلا، الحاجات دي كلها. تمام، بحاول ابريدكت كاتيجوري. ايه البريدكشن للكاتيجوري ده؟ بنسميه كلاسيفيكيشن. تمام، فاحنا كده حاليا هناخد النهارده ماشين ليرنينج تو بروبلمز، واحده للريجريشن واحده للكلاسيفيكيشن. فتعالوا واحده واحده نشوف المشكله للريجريشن. اول حاجه بستخدم البانداس والنمباي عشان اتعامل مع الداتا بتاعتي، خصوصا البانداس. البانداس والنمباي والاسكليرن اللي هنستخدمها النهارده، الثلاثه دول بيجوا مع اناكوندا، فانت مش محتاج تسطبهم. شيفت انتر، اوكي، تعمل لهم امبورت، اقرا الداتا بستخدم بانداس دوت ريد سي اس في، والفايل كان اسمه سالري اندرسكور داتا دوت سي اس في. يلا بينا. تمام، عمل له امبورت. تعالوا نكتب داتا دوت هيد عشان يعرض لي اول خمسه رو في الداتا بتاعتي. عرض لي فعلا اول خمسه رو. لو انا عايز اعرض اول 10 هيعرض لي اول 10، تمام، لكن العادي ان هيد دي بتبعرض لي اول خمسه. عندي years of experience و salary. طيب واحدة واحدة، تعالوا نعرف شوية info عن الداتا بتاعتي. فأقول data.info، قال لي إيه؟ قال لي والله أنت عندك 30 entry، يعني 30 رو، 30 صف داتا. عندك كام كولومز؟ 2 كولومز، years of experience و salary. تمام كده؟ تمام، يلا بينا نكمل. أوكي، أول حاجة هإمبورت المودلز بتاعتي. أنا هنا عايز أشتغل الموديل بتاعي linear regression. انا مشكلتي ريجريشن وعايز اختار الموديل اللي اسمه لينير ريجريشن، فبعمل ايه؟ فروم اسكليرن دوت لينير موديل امبورت لينير ريجريشن. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه احنا قلنا ان احنا عايزين دايما نقسم الداتا بتاعتي تريننج وتستنج. ليه تريننج وتستنج؟ عايز اقسم الداتا بتاعتي 80% تريننج عشان اعمل بيها الموديل بتاعي، طيب عايز اقيس جودته، فبعمل ايه؟ اديها الاكس تيست او التريننج التستنج داتا اللي انا قسمتها دي اللي هي ال 20% الباقيين، واشوف الداتا اللي انت طلعتها مقارنه بالداتا الحقيقيه تمام صح ولا غلط ونسبتها قد ايه. فتعالوا نشوف. هيمبورت الاثنين لايبراري دول او وات ايفر، يعني الاثنين فانكشن دول. طيب تعالوا واحده واحده نحدد ايه الاكس وايه الواي. ايه الاكس عندي؟ الاكس اللي هي اليرز اوف اكسبيرينس، عايز ادخل اليرز اوف اكسبيرينس، فبقول له الاكس بيساوي الداتا اكسس الكولوم اللي اسمه years of experience. تمام، الواي بيساوي السالري، الداتا والكولوم اللي اسمه سالري. فانا كده عرفت ايه الاكس وايه الواي. طيب عايز اقسم الاكس والواي، بستخدم الفانكشن اسمها train test split. ليه بديها الاكس والواي؟ بقول له test size 2.2 من 10، يعني 8 من 10، يعني 20% testing 80% training. تمام، فالفانكشن دي اول لما تقسم بتطلع لي اربعه فاريبل، الاكس ترين، الاكس تيست، الواي ترين، الواي تيست. تعالوا نتاكد كده من حاجه ونقول اطبع اي الاكس ترين، الاكس ترين دوت شيب، وريني الشيب بتاعه. اولا اطبع لي الاكس دوت شيب كده، الاكس ذات نفسها دوت شيب 30 رو فعلا، تمام، وهو كولوم واحد عشان كده اداها لهم فاضيه. طب السالري اللي هو الواي هيديني برضو 30 رو الواي 30 رو برضو، لان انا عندي الواي كلهم 30 30 30. طيب لما اجي اقسم الداتا بتاعتي عايز اقسم
التست سايز بتاعي يبقى 20% والتريننج يبقى 80%، تمام؟ فلو انا قسمت ال 30 دي ل 80% تريننج و20% تيستنج، تعالوا نشوف الاكس ترين دي بقت كام؟ 24. طيب اكس تيست 6. انا كلامي ماشي صح؟ خلاص قسمنا الداتا، يلا بينا بقى نعمل الموديل بيساوي لينير ريجريشن. لينير ريجريشن دي زي ما قلنا لو تفتكروا الماس اللي احنا كنا بنشرحه ان هو بيكريت الخط المستقيم از ديفولت داتا. طيب ماشي، الاكس ترين والاكس تيست انا قلت لكم الخطوه دي بحاول اعمل ريشيبنج للداتا، فممكن تفكسوا منها عادي جدا. انا بعمل ايه هنا؟ موديل دوت فيت، بقول له بص خد الاكس ترين والواي ترين وحاول تعمل فيت، اعمل تريننج، حاول توصل لاحسن معادله خط مستقيم تفيت على الداتا بتاعتي دي، تمام؟ باختصار كده انا عملت كده تريننج. طيب ابدا اعمل تيستنج، بتست على ايه؟ تعال ندخل داتا بايدينا الاول، بقول له موديل دوت بريدكت، انا هدخل لك ان واحد عنده اكسبيرينس 15 سنه عايزك تبريدكت السالري بتاعته. فانا دخلت اهو النم باي اري 15 واعمل لي موديل دوت بريدكت السالري بتاعته طلعها لي كام؟ 171880. ميك سنس؟ ماشي تمام. انا عايز اقول له بقى بص موديل دوت بريدكت اعمل لي بقى بريدكشن للاكس تيست كلها، تمام؟ تعالوا كده نشوف. ماشي تمام، لو انا قلت له واحد عنده 20 سنه اكسبيرينس هيبريدكتها لي بكام؟ ب 212000. حلو قوي. طب لو واحد عنده 5 سنين بس او سنه واحده بس اكسبيرينس هيبريدكت بكام؟ 36000، وده رقم منطقي جدا اعتقد مقارنه بالداتا اللي انا مدخلها له. طيب تمام، انا قلت له بقى بريدكت كل الاكس تيست بتاعتك، تمام؟ بمعنى انا كان عندي شويه ييرز اوف اكسبيرينس، طلع لي الاولانيه كذا، مش انا عندي كان ستة اليمنتس او ستة داتا هم اللي كانوا في الاكس تيست، هم دول البريدكشن بتاعها، الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. طيب الواي الحقيقيه كانت الرقم ده، تعالى بقى نشوف كده الاثنين قريبين من بعض ولا لا. ده 6 3 2 8 8، ده 6 3 2 1 8، اه قريبين جدا من بعض. ده 6 5 1 4 6، ده مش قوي بس ماشي مش مشكله. تعالى نشوف ده 40 983، ده 37، حلو قريب. التالت 107896، ده 109431، قريبين من بعض. ده 91738، ده 90000، تمام قريبين من بعض. ده 61000، ده 57000. اعتقد الدنيا كده يعني واضحه شويه والموديل كويس قوي، ممكن بيغلط في شويه غلطات بس في نفس الوقت الداتا قريبه من بعض، تمام؟ ودي كانت اول مشكله اللي هي الريجريشن بروبلم. طيب يلا بينا ناخد الكلاسيفيكيشن بروبلم. تعالوا الاول نقرا الداتا اللي هي سوشيال نتورك ادز. الداتا بتاعتي عباره عن ايه؟ الداتا بتاعتي عباره عن ايه؟ بنك عنده شويه داتا، او مش بنك قصدي سوري، محل عنده شويه داتا، العملاء بتوعه والله اليوزر اي دي كذا كذا كذا، هتلاقي مثلا اليوزر نيم اليوزر وات ايفر الداتا بتاعته. هل اليوزر نيم ده حاجه قويه اقدر اقول، او خلينا الاول نقول المشكله بعد كده نشوف الفيتشرز بتاعته. فده اليوزر اي دي. طيب الجندر هل هو ميل ولا فيميل؟ الايدج السن بتاعه. السالري ده بيقبض 20000 جنيه في السنه، مش عارفه ده 58000 جنيه في السنه. المشكله اللي عندي ان انا عندي محل بيبيع منتجات، ففي منتج جديد انا نزلته، تمام، قريب شويه من منتجات كانت عندي، فانا عندي الداتا بتاعت اليوزر. فوالله اليوزر اللي اليوزر اي دي بيساوي كذا، الراجل ده ميل، الايدج بتاعه 19، السالري بيقبض 19000 جنيه في السنه مثلا، ده ما قدرش يشتري المنتج بتاعي، على حين مثلا ان الشخص ده الاي دي بتاعه كذا، دي بنت الايدج بتاعها 32 سنه بتقبض 150000 جنيه في السنه، اه فرشيزد اشترت المنتج فعلا، تمام. فدي الداتا بتاعتي. طيب تعالوا واحده واحده نفكر، ايه الاكسات بتاعتي وايه الواي بتاعي؟ المره اللي فاتت كان الاستيميتد اليرز اوف اكسبيرينس كانت اكس واحده بس، المره دي لا، في كذا اكس قويه اقدر اعتمد عليها، زي هل اليوزر اي دي هيفرق معايا اليوزر اشترى المنتج ولا لا؟
يعني زي اسم اليوزر مثلا، هل هيفرق معايا ان مثلا ان هو اليوزر اللي اسمه احمد ده اشترى المنتج، فده معناه ان اي يوزر تاني اسمه احمد هيعرف هيشتري منتج؟ مش منطقية. طيب ايه الجندر، هل هو ميل ولا فيميل؟ اه الذكور ممكن تشتري، الميلز مثلا بيشتروا ساعات حاجات غير الفيميلز، فبيفرق طبعا في الشراء. الايدج، اه طبعا هو عيل صغير فبيفرق في شراء المنتج ده، او ان هو عيل كبير او عجوز وهكذا. السالري طبعا بيفرق جدا، ان انا لازم ابقى عارف السالري بتاعت الشخص اللي بيشتري ده. فانا هنا هستخدم السالري والايدج والجندر، الثلاثه دول الاكسات بتاعتي، والواي بتاعي اللي هو الفرشيزد هيشتري منتج ولا لا. طيب احنا قلنا ان الماشين ليرنينج كله قايم على الارقام، ما ينفعش استخدم كولوم بالمنظر ده، ميل ولا فيميل. فباختصار احنا عايزين نشيل الكولوم ده ونحوله نخليه والله الجندر، لو ميل يبقى واحد، لو فيميل يبقى زيرو. تمام كده ماشي، يلا بينا بقى نبدأ نشتغل. هنستخدم موديل اسمه كي نيرست نيبر، انا شرحته النهارده كماس، بس انا مش عايز اشرح كماس في الفيديو، بس احنا باختصار لو قدرنا نشوف الفيديوهات الاول كورس خالص قلت لكم عليه هتلاقوا فيه كي نيرست نيبر ده بيشرحه شرح احسن مني بكتير جدا كمان. المهم يلا بينا نشتغل. ها امبورت النمباي والبانداس وفروم اس كليرن دوت نيبرز امبورت الكي نيرست نيبر كلاسيفاير، شغل الكود تمام. اقرا الفايل، الفايل اسمه ايه؟ سوشيال نتورك ادز. جميل جدا، اقراه اعمل له ريد واتبع اول خمسه منه، اليوزر اي دي والجندر والايدج والسيمنت سالري وفرشيزد اور نوت. وريني الانفو كده، الانفو عباره عن ايه؟ قال لك انت عندك 400 انتريز، يعني 400 رو 400 داتا. تمام، كل واحد في الرو دي في خمسه كولوم، ايه هما؟ اليوزر اي دي، الجندر، الايدج، الاستيميتد سالري، الفرشيزد. ماشي تمام. طيب اول حاجه قلنا عايزين نحول الجندر دي مش عايزينها، تمام، عايزين نخلي الجندر دي نشيلها ونحط كولوم تاني كده نسميه مثلا لو هو ميل يبقى واحد، لو في ميل يبقى زيرو. ايه الفانكشن اللي بتعمل كده؟ هنقول داتا بيساوي البانداس دوت جيت دامز. جيت دامز دي بديها الداتا بتاعتي وبقول لها الكولومز اللي اسمه جندر ده حوله لي، انا مش عايزه كده. حولت وبشوف الهيد بتاعي، الجندر فعلا اتشال اهو، بقى في عندي تو كولومز، واحد اسمه جندر فيميل وواحد اسمه جندر ميل. بمعنى والله الجندر ده هل هو ميل ولا لا؟ لو واحد يبقى اه، لو زيرو يبقى فيميل، وده انا وده عكسه، لو هو فيميل يبقى زيرو، لو ميل يبقى، لو فيميل يبقى 1، لو ميل يبقى زيرو. تمام، احنا يكفينا قوي نستخدم واحد بس من الاثنين دول لان الاثنين شبه بعض تقريبا يعني. اوكي، فايه الاكس بتاعتي؟ الداتا، بقول له كده فتحت قوس كبير لسته، بقول له انا عايز استخدم الايدج، عايز استخدم السالري، عايز استخدم هل الجندر ده ميل ولا لا، ده الاكسات بتاعتي. طب الواي هو الفرشيزد بس، هل هو اشترى المنتج ولا لا؟ تمام كده، نفس اللي احنا عملناه، ترين تيست سبلت، اعمل لها امبورت في موديل سيلكشن، امبورت ترين تيست سبلت، وقسم الداتا بتاعتك. عايزين نتاكد ان احنا صح، احنا قلنا ان انا عندي 400 رو صح كده؟ ماشي، الواي او الاكس بتاعتي تعال نشوف الشيب بتاعها ايه، برنت الاكس دوت شيب، قال لي انت عندك 400 رو وكل رو فيهم ثلاثه، ايه هم الثلاثه؟ الايدج والاستيميتد سالاري والجندر صح كده؟ طب ما تيجي نشوف الواي، هيديني اكيد 400 رو وهو كولوم واحد اللي هو الفرشيزد بس. تمام كده؟ خليها لكم موجودة عشان تجربوها بنفسكم. تمام كده ماشي، طبعا لنا الاثنين اهو. عايز اقسم الداتا بتاعتي وقسمتها، تعالوا نشوف الاكس ترين دوت شيب بتاعها. الاكس ترين هي اكس، يعني في ثلاثه كولوم، الاستيميتد ايدج والاستيميتد سالري والجندر ميل، بس كام رو بقى؟ 320. ليه 320؟ لان انا قسمت ال 400 داتا بتاعتي 20% منهم تيستنج 80% منهم تريننج، فال 80% دول عاملين 320 element او 320 داتا، 320 رو. طب الاكس تيست الباقي بقى اللي هم ال 80. تمام كده، اعتقد الدنيا وضحت شويه. طب الواي ترين هيبقى 320 رو والكولوم واحد بس، والواي تيست 80 رو والكولوم واحد بس. ماشي يلا بينا نعمل الموديل. الموديل بيساوي كي نيرست نيبر كلاسيفاير، بعمل له فيت يعني تريننج، وابدا اعمل لي واي بريدكشن، ابدا بريدكت الاكس تيست بتاعتي اللي هي اللي انا كنت حاططها واحطها في الفاريبل اللي اسمه واي بريدكشن.
بقول ايه بقى، عايز احسب الاكيوريسي بتاعت الموديل بتاعي from sklearn dot matrix import accuracy score. accuracy score دي بدلها الواي تيست، الواي الحقيقيه اللي كانت عندي في الموديل، والواي اللي انا عملت لها بريدكشن، بيبدا يحسب كده ما بين الاثنين انت جبت قد ايه صح. تمام، بمعنى ان انا الموديل بتاعي عمل 82% ونص، شغال مش وحش. تمام، ده معناه ان هو بنسبه 82% كان صح، وبنسبه 82.5% من الحاجات اللي انت قستها صح. تمام كده ماشي. تعالوا بقى نتست بايدينا بقى، نقول ايه، انا هعمل انبوت جديد عباره عن ايه، 60 دي اللي هي الايدج بتاعه 60، الاستيميتد سالري بتاعته 120,000 جنيه. تمام، هل هو ميل ولا فيميل؟ زيرو معناه ان هو ايه، فيميل. هعمل ريشيب للداتا، وانا قلت لكم فككم مش لازم تبقوا فاهمينها دلوقتي. يعني هعمل موديل دوت بريدكت للنيو انبوت بتاعي، طلع لي الري يعني واحد، بمعنى ان هو فرشيزد، اشترى المنتج فعلا. ده واحده عندها 60 سنه ومرتبها 120,000 جنيه، طبعا بالنسبه للداتا بتاعتي اللي انا شفتها نسبه كبيره جدا ان هي تشتري الداتا بتاعتي. طيب تعال نتكلم، الايدج عندي واحد عنده 10 سنين، صغير معاه 5 جنيه، وميل ذكر، عملت ري شيبنج للداتا واعمل لها بريدكشن، طلع زيرو ان هو مش هيشتري المنتج بتاعي. تعال نحط حاجه في النص كده بقى، والله الراجل ده عنده 30 سنه ميل وبيقبض 100,000 جنيه في السنه، اعمل له بريدكشن، اه طلع ان هو هيشتري المنتج فعلا. طب ما تيجي نخلي ده مش 10,000، نخليها 50,000، وعنده 30 سنه برضه، هيعرف يشتري المنتج ولا لا؟ مش هيعرف يشتري المنتج، طلعت زيرو اهي. بس كده، ده ببساطة الماشين ليرنينج. أتمنى تكونوا يعني فهمتوا إن شاء الله الحاجات اللي فاتت دي كلها. المرة الجاية إن شاء الله إحنا هناخد الراسبري باي أو الإنترنت أوف ثينجز، ودي هتبقى آخر مرة. يا جماعة اللي مش فاهم أي حاجة يكلمني على الواتساب، كلموني في أي وقت. أتمنى تكونوا تكتبوا كود بإيديكوا، اتمرنوا كتير، شوفوا الكورسز على النت على طول، أي حاجة تقف معاكوا خشوا على يوتيوب كذا كذا كذا، خشوا على جوجل كذا كذا كذا، اعملوا سيرش، السيرش فعلا بيساعد كتير جدا. بس كده، ربنا يوفقكم ان شاء الله، واتمنى يعني الاقيكم كده كمان كام سنة كل واحد فيكم دخل في مجال في البايثون وبقى سينيور فيه. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.